مثلا عندي هون هلا اول ايش بحطها على السرعه هاي، هذه في تساوي 2.5 متر بير سكند. راح اخذ اول اتريشن، اقسمي هذا الرقم اذا سمحتي على اربعة، مش هيك طلع معنا اربع مصاعد احنا. 25.2 سكند. ونحسب الهاندينج كاباسيتي، فناخذ 300 على هذا الرقم. ضرب 4 ضرب 7 على 1000 على 1000 8.3%. هلا هعمله عشان ما نضلش ناخذ كل الارقام اللي بينهم، راح نضلنا نعمل iterations لحد يبطل في تغير، يصير تغير بسيط جدا في RT. راح ناخذ الرقم نضرب هلا 25.2 قديش كانت عندنا لامدا 7 على 30 مش هيك؟ في 7 على 30 5.88. نقسم هذا الرقم على 4، 92.03 على 4 في 7 على 30 5.4. 87.8 على 4 في 37 5.1 85.18 على 4 في 37 4.9 83.4 على 4 في 37 4.9 يعني 4.86 هاي 4.86 ناخذها اخر واحده هاي 83.3 على 4 4.86 ماشي اوكي بي يعني 4.868 اسميها على 6.07 وبنعملها راوندينج اب بتصير عندي 8 passengers. ناخذ اخر رقم اسم ردي هذا على 4 20.825 8.25 اوكي وهاي احنا عارفين لازم تطلع لنا 7% والال في كل الحال في هاي الحاله 4 مش هيك اوكي هاي بدال بس تصحيح للارقام الاولى اللي طلعت معنا بالحاله الاولى.